سي 0 وفعلنا بي دي 7. هاي اللي هي كان رقمها بي سي انتربت 0، هاي كان رقمها 8، هاي كان رقمها 23. وقلت لكم أنا الكتاب الصحيح أن نكتب على 0 و0 و23، 0 و8 و23، بس هاي أوضح، هاي أوضح. أوكي، هاي أوضح which makes more sense لو غير الأرقام، لو انتقلت لبروسيسر مختلف من تبعات الـ AVR. لا ما سويت الحصة. فأنت استخدم PB0 PC0 زي ما استخدمنا لك. هسه هذول بورت B مفعلات، هاي PB0 حاطين عليها سويتش، و 1 حاط عليها سويتش، و 2 حاط عليها سويتش، ولغاية آخر واحدة 7 8 قد ما أنت مفعل. هسه هذول لما احنا بي سي، لما نجي بقول بي سي اي ان تي بي سي، وهنا 0 1 2 لغايه 23. بي سي يعني بين تشينج. ايش يعني بين تشينج؟ بين الفولتج تشينج عليه. لو كان الفولتج 0 او 1، مش 0 ونص وربع وثلاث ارباع وصار، لا لا، هذا ديجيتال، ذيس از ديجيتال، هذا ديجيتال. اوكي، فالديجيتال فاليوز هذول تشينج. مثلا السويتش كان فاتح سكر، او كان مسكر فتح، بس لا اكثر ولا اقل. هنا مثلا كلياتنا هنا جراوند، مثلا كومن جراوند، وهي هنا بي بي 0 بي بي 1 وانت ماشي. هسه انت لما واحد من السويتشات هذول يشتغل بال pin change، بالpin change، لما واحد منهم السويتش يسكر او يفتح، مش هو اللي بيسبب الانتربت للمايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر في سويتش لكل بورت بي، كل بورت بي عباره عن له سويتش لحاله، هو لحاله يعني هو بيسبب انتربت كل البورت كامل. اوكي، كل يعني هذول لو اي واحد منهم الفولتج تبعه تغير، هذا بسبب انتربت. بلاش ارسمه كسويتش، كان ارسمه كسهم، بودي سيجنال بورت بي، بودي سيجنال لمين؟ للمايكرو كنترولر، بودي سيجنال للمايكرو كنترولر انه مطلوب سيرفيس، مطلوب سيرفيس. طيب مطلوب سيرفيس، بدي اعرف مين اللي طلب السيرفيس. ما بعرفش يعني، هاي غرفة بالنسبة لي ما بعرفش مين اللي طلبها، مين اللي طلب. مش كل واحد مني بودي سيجنال، هذا بودي سيجنال للمايكرو كنترولر، بودي سيجنال بورت بي انتربت، بورت بي انتربت، هذا بودي سيجنال بورت بي انتربت. طبعا ما فيش سويتشين رايحات يكون ان 1 مايكرو سكند، لانه احنا عندنا سرعه المايكرو كنترولر الماشين سايكل 1 على 16 من المايكرو سكند. هذول السويتشات ميكانيكال يعني بده ملي سكند، فما فيش سويتشين بسكر من نفس الوقت او بفتح من نفس الوقت. فاذا صار في انتربت راح يكون انتربت نتيجه انه واحد سكر. هسه لو كنت انا بالبدايه اجيت قريت بورت بي، اجيت قلت مثلا اكس بي، قيمه اكس القديمه تساوي بورت بي، بين بي جراك انبوت، اسف بين بي، صح؟ هاي قريتها، خبيتها، هاي الاولد فاليو لمين؟ للسويتشات، اولد فاليو للسويتشات. فهسه لو كانت بين بي على سبيل المثال إشي فاتح وإشي مسكر، يعني إشي حاط صفر إشي حاط واحد على حسب شو كان وضع السويتش، فأي أرقام مثلاً 0 1 1 0 0 0 1 مثلاً something like this. هاي قيمة بن بي اللي حطيناها في إكس بي. إكس بي is the old value of the switches. هاي أول ما يشتغل البرنامج بتقول له اقرأ حالة السويتشات من بورت بي، اقرأ حالة السويتشات من بورت سي، اقرا حالة السويتشات من بورت دي. اوكي، جران هاي تقرا بن، على اعتبار ان السويتشات كلها مفعله احنا بنحكي، هاي بن سي وهاي بن دي. اوكي، طيب افرض انه اجاني انتربت من بورت بي، افرض انتربت اجا انتربت من بورت بي، فالسيرفيس روتين تبع انتربت مو له سيرفيس روتين تبع بورت بي لحاله، هذا بدك تعمل له انتربت لحاله. انتربت تبع السيرفيس روتين تبع بورت بي بروح على
الاي اس ار تبعه. الاي اس ار اول شغله شو بيسوي فيها؟ بروح بقرا فيريبل سميه اكس ان اكس نيو، بقرا بورت بي وبورت بي انبوت سويتشات تقراها. هسه اكس ان هي القيمه الجديده، ذس ذا نيو فاليو، نيو فاليو اللي هو بعد الانتربت افتر انتربت. اوكي هاي قبل الانتربت، هاي من البدايه ديفول. طيب هسه لو جيت قلت له واي تساوي اكس بي، اكس اسف انا بدي اقول اكس بي واكس ديو ماشي ما انسب، المهم بقول له اكس بي اكسكلوسيف اور مع اكس ان. هاي شو معناها؟ اعمل اكسكلوسيف اور ما بين القيمة هاي والقيمة هاي. افرض ان القيمة الجديدة، القيمة الجديدة بتفرق بت واحدة بس، لانه اتفقنا انه احنا ما فيش هذول ميكانيكال سويتشز اللي بنحكي عنها، الميكانيكال سويتشز بدهن ملي سكندز. افرض القيمة الجديدة تبعت الاكس ان هاي الجديدة طلعت اكس ان هون مثلا، طلعت عندي هاي مثلا زيرو، افرض انه البت هاي اللي تغيرت زيرو من واحد صارت صفر، وهي ظلت 1 هاي 0 هاي 0 هاي 0 هاي 1 هاي 0. هذا لما تيجي تعمل اكسكلوسيف اور اكس اور هون شو بيطلع الجواب؟ هاي 0 زي بعض، هاي 1 زي بعض، 0 0 0 4 5، بعدين هاي الواحد 0، الواحد مع الصفر بيعطيك 1 وهي بصفر. هسه اعطاك رقم جديد اللي هو واي، هذا هو هذا رقم واي. رقم واي شو بدك تيجي تسوي فيه؟ بدك تفحص اي واحدة 1، اي واحدة 1 كيف تفحصها؟ بالتست، بتعمل لوب من هين لوب، اي انك تقول له بالتست مين واي والبت رقم برقم البت، بت خلينا نسميها كي بوزيشن تبع البت، وكي يعني هاي بدي اعمل لوب فور K تساوي صفر تو 7. افرض انك عندي سويتشات كلها السبعة كاملة، هاي اللوب تبعي. فتيجي تقول له اف بت تست هاي، اف بت تست هاي تساوي لا تساوي صفر، احنا بنعرف عن طريق انه لا تساوي not equal zero، هاي zero نحط فيها دوير مشان نفرق عن رو. إذا كان لا يساوي صفر معناها خلص عرفنا وين البوزيشن تبعها، معناها زي ما تقول عرف لي فيريبل سميه بوزيشن اي او اس يساوي كي، خلص عرفنا بوزيشن يساوي كي وخلصت. هاي هي بس اف ستيتمنت، هاي واللوب هاي اللوب بتلف من هون على هذول نكست نكست تبع اللوب، يعني فور ستيتمنت تعمل وايد اللي بدك اياه وتعمل انكرمنت جوا. المهم اسهل شيء انك تعمل فور ستيت، فور كي تساوي صفر، كي اقل من 8، كي بلس بلس زيد كي بواحد وتفوت لجوا. اذا بت تست واي وكي لا يساوي صفر معناه لقينا، بس هاي البوزيشن تبعه عرفته، هذا اللي بدور عليه بس، كل اللي بسالكم فيه يعني مساله بروجرامينج من حاسب 101 ولا 65 ولا الكورس التوتال، هذا كل 100 بس ما حدش فاهم عليه شو بحكي. يعني لا حد قاري انه والله انه بس بورت بي هي اللي بتعمل انتربت وبورت سي لحالها بتعمل انتربت، يعني هذول زي بدك تفترضهم شيء مسكر كلوز، بورت بي مسكره كامله، اي واحد جوا بتغير قيمته، اي واحد بتغير قيمته بعطي سيجنال لمين؟ لبورت بي، بورت بي بتعطي سيجنال انه في عندي انتربت للمايكرو كنترولر. يعني هذول ال 23 بي سي اي ان تي لغايه بي سي اي 23 مش كل واحد بسبب انتربت، اول من 0 ل 7 هذول من بورت بي، من 8 لغايه 15 لبورت سي، هذول 7 لا 14 15 شو المهم ال 7 اللي وراهم لبورت سي، والاخرانيات الثمانيه لبورت دي، اخر شيء بورت دي بي بي بالنص سي الاخرانيات لدي. فهو اخر 8 لو بسبب انتربت المايكرو كنترولر بيعرف ان بورت دي بده سيرفيس بين تشينج بين تشينج، فبروح يدور ويتش وان اوف ذوز، معناه لازم يكون عارف القيمه القديمه.
يعمل لها اكسكلوسيف اور مع القيمه الجديده زي ما شرحت هون. الجواب اللي بيطلع بتيجي بتبدا له من اليمين للشمال، الشمال لليمين زي ما بدك، بتقول له من 0 ل 7، هذا رقم 0 1 2 3 4، هذا 7 8 هذول. فتيجي بتقول له اذا بتست البت رقم كي، كي بتتغير من 0 ل 7، بت رقم كي في الفيريبل اللي اسمه واي لا يساوي 0، معناه لقيناه. لانه هون احنا هسه الاسامبشن تبعنا انه احنا ميكانيكال سويتش لا يمكن يكون تو ميكانيكال سويتشز ات ذا سيم تايم بسبب الانتربت، لذلك الطريقه هي شغاله زي الحلاوه ما فيها مشكله. فهذا هون عرفنا وين مكان السويتش، بس هذا اللي كنت ادور عليه. نيجي نقول السويتش رقم كذا بورت بي هو اللي سبب الانتربت، او السويتش رقم كذا بورت سي هو اللي سبب الانتربت، او السويتش رقم كذا في بورت دي هو اللي سبب الانتربت. بس طيب شغلتها زي ما انت شايف ان شاء الله هوبفلي انها سهله. وتسليم بالهاي باجره، انا اليوم شو كنت حاطه لكم اياه مع ميعاد الحصه صح؟ يا شباب دكتور بعد الحصة. طيب خلص بمدده بعد الحصة، بمدده لساعة 12، الساعة 11 و59 دقيقة، ماشي الحال؟ يعني زي ما انت شايفين الفكرة، هذا هي فكرة سيمبل يعني ستريت فورورد. اللي حل الجزء الثاني ما فيش شيء بسيط وبقدر يكمل، ماشي الحال؟ نرجع لحصتنا اليوم، بدنا نحكي عن انالتيك ديجيتال كونفرتر. اول شيء بدي ابدا بمثال بسيط. احنا قلنا انه احنا المايكرو كنترولر هذا اللي عندنا عبارة عن ديجيتال سيستم. ديجيتال سيستم شو معناه؟ معناه ما بقراش الا يا زيروز يا وانز، يا زيروز يا وانز. فشو طب بدنا نقرا ديجيتال فاليو، معناه بدك شيء خارجي، شيء اللي هي وحدة خارجية. انالوج تو ديجيتال كونفرتر، يعني تاخذ الانالوج وتحولنا اياه لديجيتال. اوكي، بس احنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر انا حطيت لكم على ال الويب بيج، حطيت لكم شابتر 13، حطيت لكم الاكسبيرمنت، اكسبيرمنت 6 الاسبوع هذا اوبن لاب، which means يعني انا قاعد هون بقعد، واللي بده يسال اهلا وسهلا. الاسبوع الجاي تجربه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، والاسبوع اللي بعده الامتحان على حسب مواعيد الجامعه. الامتحان كل واحد بشعبته، طلاب شعبه يوم الثلاثاء بيمتحنوا يوم الثلاثاء، طلاب شعبه يوم الخميس بيمتحنوا يوم الخميس. ما يقوليش واحد والله اني تاخرت ونمت وصحيت، ما في، خلص ميعاد حصتك غبت روح جيب اذن العميد، لا توجع راسي ماشي الحال، لا نمت ولا صحيت ولا من هالسوالف. هذا امتحان رسمي وتيجي عليه، والعذر انا ماليش دخل، ما بقبلش عذر، العذر بقول العميد. اوكي، وبعدين شوف انا بصراحه بسرعه غيرت النوت تبعتي، يعني شوف هاي نوت حاط تك 18 اف النوت، حاول تصلحها بسرعه. عامل شير سكرين؟ لا انا مش عامل شير سكرين، هسه بعمل شير سكرين معها شابتر 13 ثواني. المهم فانا بدي اعمل بس هيك اورجيك شغله وبعدين نطلع من السؤال. خلني اعمل اكزامبل ثواني. شو بدي فيها؟ ان 2 ثواني. اوكي كبر شوي رسم يعني بسيطة، مش الهدف منها ايش بس انتروداكشن. هسه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر عبارة عن قطع خارجية عن المايكرو بروسيسور. احنا قلنا انه المايكرو كنترولر مكون من ايش؟ مكون من مايكرو بروسيسور، مكون من شغلات ثانية
تايمر 0 تايمر 1 وتايمر 2 انالوج ديجيتال كونفرتر فولتج كومباراتور اس بي اي يو ارت مش عارف اي سكوير سي وهكذا في قطع اضافيه بحيث انه فعليا المايكرو كنترولر عباره عن كمبيوتر ان ان ان, ان, ان تشيب فعليا ان تشيب خلينا نقول ايام زمان كنا نقول كمبيوتر ان بورد اي فعليا ان تشيب عباره عن تشيب فيها كل البلاوي يعني اللي بنحكي فيها ففيها انالوج تو ديجيتال كونفرتر فهسه هذا البن على سبيل المثال البنز هذول بنز تبعات بورت سي اللي هم 23 24 الاخري هذول إلهن اسماء بي سي 0 اللي هو لما بستخدمها كديجيتال بكون اسمها بي سي 0 لما بستخدمها كانالوج اسمها اي دي سي 0 بي سي 0 ديجيتال اي دي انالوج ديجيتال سي بورت سي 0 اي دي سي لا اصلا كلها كلمه واحده اي دي سي 0 اوكي ولو بدي اياها ليفل انتربت بي سي اي ان تي 8 اللي وراها اسمها بي سي 1 كايش كديجيتال بن بي سي 0 كانالوج بن اسمها اي دي سي 1 كانتربت لما بكون عامل بن تشينج انتربت اسمها بي سي اي ان تي 0 احنا اريح لنا اذا بنقدر نتعامل مع بي سي 0 1 و 2 مع هذول الارقام العشريكيه من 8 ل 14 وهي ل 23 يعني شو بدي حفظنا فيها وهي هاي مشتغل فيها 7 شغال فيها 8 من السوالف فاحنا بنتعامل بي سي 0 بي سي 1 الى اخره حتى مع مين حتى مع الانتربت لكن مع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر البن اسمه بي سي 0 يعني مشان نعرف وين نوصل مثلا هون انا جايب فيريبل ريزيستور قيمته قديش 1 كيلو كانه 1 كيلو قيمته 1 كيلو ومصر على بي سي 3 اللي هي ايه اللي هي اي دي سي 3 اللي هي انالوج تو ديجيتال لما بقول عنه انه انالوج تو ديجيتال لما بصنف البن انالوج البن هذا ما بدخل على الديجيتال بن نفسه يعني من برا نفسه لكن من جوا مدخله بظله فايت عن انالوج تو ديجيتال كونفرتر اوكي يعني انت مجرد ما صار انالوج الانالوج ما بتصير تفوت على بي سي 3 فعليا هو نفس البن من برا احنا بنسميه بي سي 3 هيك البن الخارجي هيك بنسميه بس فعليا بي سي 3 ديجيتال بن داخلي اي دي سي 3 انالوج بن داخلي انالوج بن ان المايكرو كنترولر ما بتعامل مع الانالوج مايكرو كنترولر ما يتعامل مع الانالوج المايكرو كنترولر بتعامل ما بتعامل مع الانالوج مباشره بتعامل مع الانالوج عن طريق انالوج ديجيتال كونفرتر عن طريق انالوج ديجيتال كونفرتر فالانالوج ديجيتال كونفرتر باخذ سامبل من اللي موجود هون هاي سامبل اللي هون يعني هاي وين وصلنا هون بس احنا قلنا له هذا انا هسه بورجيك الكود ثواني الكونفيجريشن والاشياء المشكله فهذا فيريبل ريزيستور هاي 5 فولت هاي جراوند وهذا الفيريبل تبع البوتنشيوميتر النقطه اللي بتغير يا بتوصل 5 او بتنزل للصفر فانا حاط لك هون فولت ميتر بس مشان نشوف قديش القيمه ومدخلينه على بي سي 3 او اي دي سي 3 اوكي نتفرج على الكود نتفرج على الكود هاي الكود هاي الكود الكود هاي كاتب من فوق الحقيقة الكود هذا موجود في اكسبرمنت الكود اللي بدي احكي عنها موجودة في الاكسبرمنت 6 بس بدي هون كاتب كم كان اكسبيرمنت 6 اللي هي نفسها هذا بالكتاب شابتر 13 بروجرام 1 بس معدل انا بدل ما نوديه على بار جراف ومش عارف ايش معدل انه اطبعه على الشاشه ما عنديش بار جراف بتعرف فبطبع على الشاشه مشان نشوف يعني وانت نفس الشيء زيك اورايت طيب هسه بالبدايه يو كونفيجر DDRC البنز هذول تبعت الانالوج انت يو كان سبيسيفاي واحد منهم انبوت اذا بدك والثاني تستخدم الانالوج حر يعني بورت سي احنا بنستخدم في عندهم 6 بنز which you can use for analog
وفي عليها 8 بنز لو كنت لا يمشي عليها 8. آسف. احنا في عندنا بروسيسرز، في عندنا اونو اللي في منها الشيب اللي تنشال، الشيب اللي بتنشال هاي اللي احنا نشتغل عليها لانه وصيتنا نستعملها، هاي في عليها 6 انالوج تو ديجيتال شانلز. اللي ملحومه الحامل اللي بتنفكش هذيك عليها 8 تو مور انالوج تو ديجيتال شانلز، بس ات از ذا سيم سيم اونو لكن فيها تو مور انالوج شانلز. على حال بس بقول لك فرق يعني هيك للعلم يعني مش شيء لا ابدا، لا احنا بنبيع ولا بنشتري اونو يعني بس بنحكي. طيب فاسال DDRC Data Direction Register C هذا input لأنه analog to digital بده يجيب لي analog، يدخل analog، بس analog مش بده يفوت على الميكروكنترولر، بفوت على analog to digital converter يعني في زي ما تقول switch، مجرد ما قلت له هاي analog وفوتها جوا خلاص بفوت عنده بتفوت على analog to digital converter. طب الميكروكنترولر كيف بيقراهن؟ الميكروكنترولر بيقراهن عن طريق شغلة وسط، وسط يعني أنا بدرسمها تجاوزاً زي جماع زي الأشياء اللي من مشتغل فيها بالكمبيوتر أركيتكتشر، بكون بسميها دول بورت رام. وين هاي دول بورت رام؟ لا ما فيش، مش راسم هون. ندش يعني ننظر لها هاي كما لو انها something like هاي طلع عليها like this عملية الانترفيس how do ADC هاي ADC هون باخذ هاي الانالوج هاي انالوج فاليو اي دي سي باخذ انالوج فاليو انالوج فاليو انالوج فاليو الاي دي سي هاي خلينا نقول هذا الاي دي سي نرسم رسمه ثانيه مش مشكله هاي الاي دي سي اي دي سي باخذ الانالوج فاليو وبيجي على قطعه هون مشتركة مع المايكرو بروسيسور خلنا نسميه مايكرو بروسيسور مش مايكرو كنترولر، مايكرو كنترولر يشمل الاي دي سي فهذا اسمه مايكرو بروسيسور. وهاي خليني اسميها زي ما تقول دول بورت رام، ها دول بورت رام، رام ميموري اللي هم هذول موجودات بالسبيشال فانكشن ريجسترز اللي هن قلنا احنا في عندنا سبيشال فانكشن ريجسترز اللي فيها بورت A بورت C وبن C وداتا دايركشن ريجستر C. كل هذول الريجستر موجودات خلينا نسميهن فعليا وات ايم كولينج ناو دول بورت رام. انالوج تو ديجيتال كونفرتر لما بيعمل كونفرجن هاي مثلا اجته انالوج فولتج بفوت على الاي دي سي، الاي دي سي بحوله لرقم. طيب الاي دي سي اللي عندنا احنا it is 10 bit the resolution يعني 10 bit resolution يعني 0 ل 1023 اللي هي 2 قوة 10 ناقص 1 1023 هاي شو بتساوي اللي هي 2 قوة 10 اللي هي 1024 الكل ناقص 1 اوكي 10 bits لما يكون عندك 1 bit يا صفر يا واحد 2 bits 0 0 0 1 1 0 1 1 وهكذا أو 2 coins hidden tail لما تيجي بتقول كل واحد ممكن يكون يا هيد يا تيلز لما يكون في 10 منهم كم combination بكون عندي كل واحد independent head or tail يعني 2 في 2 في 2 في 2 10 اللي بطلع 2 قوة 1024 كأرقام لو بدك تقراها بتقراها من 0 ل 1023 احنا أرقام كلها عندنا بتبدأ من الصفر، صفر جزء من الأرقام اوكي. هسه هذا بكتب على الدول بورت رام في عندي الرقم اللي بيطلع الرقم خلنا نكتبه هكسا مشان ما بلش يشون بالفراطة. افرض انه طلع عندي رقم هكسا 0 هكس
مثلا 3 سي اي شيء. ففي هنا في ريجسترز تو ريجسترز واحد اسمه اي دي سي هاي واحد اسمه اي دي سي لو. اي دي سي لو فبيجي الاي دي سي هذا صاحبنا الهاي 3 سي كثير خلنا نحطها لما تحكي عن 1023 يعني اللي هي 400 هنا هاي بدها تكون 03 اسف بدي اشطب هاي معلش 03 خلنا نكتبها 02 هاي 0x 02 1a اي شيء. فشو بيجي بيساوي الانكتودست كونفرتر مثلا هاي 1A وهي 02 فبيجي بكتب بالهاي 02 هون 02 وبكتب باللو 1A هيكسة هذول أرقام هيكسة 0X هيكسة هو الانكتودست كونفرتر بكتب هون هاي وبكتب هاي الهاي بايت واللو بايت. المايكرو بروسيسر إذا أنك أنت بدك تعرفين بدك تروح تقرأ هذا إذا بدك أنت تعرف شو النتيجة بدك تقرأ الـ ADC. ADC إحنا عندنا بـ C language نقرأ ADC بتعطيني 16 bit number اللي الرقم من 0 إلى 1023 مباشرة. إذا كنت بتشتغل assembly بدك تضطر تقرأ ADC high وتقرأ ADC low وهنا نفس الشيء ممكن نقرأ ADC high ونعمل له شيفت على الشمال 8 بيتس ونجمع عليه اي دي سي له يعني اضربها 256 واجمع عليها اي دي سي له لان لما يكون 16 بيت نمبر البايت الهاي وزنها قديش 256 البايت اللو وزنها 1 يعني اي دي سي له مضروبه في 256 قوه 0 اللي هو 1 والاي دي سي هاي مضروبه 256 او الاي دي سي هاي شيفتد 8 بيتس على الشمال واجمع عليهن ايش اي دي سي لو. هاي طريقه القرايه هذا بال اذا بدك تقراها بايت بايت بس احنا عندنا بالسي لانجويج نقدر نقرا اي دي سي مباشره مايكرو بروسيسر بيقرا اي دي سي فبيطلع معي الرقم مباشره اي دي سي ماشي الحال. هاي طريقه التعامل مع ال لأن يعني المايكرو بروسيسور ما بيقرأ ديجيتال ما بيقرأ أنالوج اللي بيقرأ الأنالوج ديجيتال كونفرتر بيحوله لديجيتال وبروح بكتبه على منطقة تخيلها أنت دول بورت رام. زمان كنا مستخدم هذا الكلام في الكمبيوتر أركيتكتشر دول بورت رام وهي فعليا it's acting like this يعني هذا بكتب وهذا بيقرأ من نفس النقطة هذا بكتب عليها وهذا بيقرأ منها فهي it is exactly doing the same functionality اللي بنسميها dual port RAM بس المايكرو بروسيسور ما بيقرا الفولتج هذا ما بيقرا هذا ما بيصله البن انفصل البن كان واصل للمايكرو بروسيسور شو كان اسمه مثلا بي سي 0 هذا البن مش بي سي 0 ابوي مجرد ما صار انالوج هذا فات لجوا خلص هذا مش بي سي 0 بي سي 0 هون بالبلد هاي بي سي 0 هون هن مربوطات على نقطة واحدة إذا شبكت كأنالوج انفصل هذا انفصل بطل يصير بي سي زيرو بي سي زيرو مش مشبوك هون واضح؟ فالأنالوج تو ديجيتال كونفرتر بأخذ من البن بي سي زيرو أو بي سي ون أو بي سي تو أو بي سي ثري أو بي سي فور أو بي سي فايف ستة شانلز أي واحد منهم من هذا في لهن مالتبلكسر تختار الرقم بتختار رقم الشانل بتفوت لهون هذا بيعمل لها كونفرجن وين بروح بكتب الجواب بروح بكتب الجواب دول بورت رام بروح بكتب الجواب ADC كرقم 16 بت هيو ADC 16 بت المايكرو بروسيسور لما بدي اعرف قديش قيمه الفولتج بروح بقرا الرقم اللي بالADC اوكي هسه الرقم احنا عندنا من 0 ل 1023 ريبريزنت الماكسيمم والصفر ريبريزنت المينيمم المينيمم اللي هو الجراوند والماكسيمم 5 فولت عملية التحويل سهلة 5 فولت تقابل 1023 والصفر تقابل صفر That's it هاي عملية الكونفرجن خلنا نشوف البرنامج اللي احنا حاطينه على ال على هذا صح هاي شو تعرف شو السلافة
المفروض أقدر أركب الثاني أحطه بجنبه. أي حال وين راح ذاك؟ بقدر أجيب هاي من هون؟ لا. برامج هيك بتلاقيه بركب من فوق وخرب الدنيا من تحت. اعملوا ابصر ايش ابصر شو بيطلع لك. حاليا بلا مغلبني هذا صاحب. ايش ضابط احب اقوى بالله. اورايت هسه خلينا نشوف الكود تبعنا. اول شيء وي كونفيجرد الداتا دايركشن ريجستر تبع سي انه كله انبوت. حطينا دي دي ار سي حطينا فيه صفر معناه كل البنز انبوت. هون قال لك ميك بور سي ان انبوت فور انالوج ديجيتال انبوت. طبعا لو بن واحد بتيجي تقول بن واحد هذاك كونفجرت از انبوت هسه انبوت. بعدين هسه هذا في فانكشن انا كاتبها مسميه اي دي سي اندرسكور انت انيشلايز الاي دي سي. فالاي دي سي في لها مودز مختلفه للشغل. المود اللي بنشتغل عليه طول الفصل بنشتغل على المود اللي زي هيك. اول شيء هاي انيبل الاي دي سي. انيبل الاي دي سي يعني اعمل فصل ما بين الديجيتال والانالوج. خلص هذا صار ايش البن مثلا بي سي 0 افصل انا عندي بي سي 0 هذا صار ايش صار انالوج مثلا. واستخدم الكلوك قديش السامبلنج ريت. الكلوك كلوك لها علاقة بالسامبلينج ريت بالسامبلينج لاين. فالكلوك تساوي الكلوك اللي من البروسيسور تقسيم 128 يعني نختار سلو كلوك. نختار سلو كلوك ما عنديش سرعات عالية اللي بدي أبلش فيها. بعدين الانالوج فولتج الريفرنس اللي هو في سي سي. هذا الخيار تبعي اي دي سي انت. بورجيك انا الفانكشن اي دي سي انت شوي شوي يعني بس بدي اورجيك اياها من صورة جلوبال. بتشوف العملية سيمبل يعني بالطريقة اللي أنا مرتبها إن شاء الله أنها سيمبل. أوكي الأنالوج فولتج في سي سي اللي 5 فولت. وبعدين الجواب هسه الجواب إحنا عندنا الجواب اللي عندنا إحنا في عندنا الجواب من 0 ل 1023. من 0 ل 1023 عبارة عن 10 بيتس. عندي رقم من 0 ل 1023. 1023 I can't justify it like this. Like this. اللي هي 16 بت. احنا عندنا البيزك بلوك بيزك بيلدينج بلوك بالكمبيوتر اللي هو البايت. بايت اللي هي بيزك بيلدينج بلوك. بيزك بيلدينج بلوك. البت اللي اصغر شيء بنتعامل احنا وياه بس البت ما لهاش عنوان. بيزك بيلدينج بلوك ذات هاز ان ادريس. اوكي اصغر بلوك له عنوان البايت. البت ما لها عنوان. البت جزء من بايت. البايت لها عنوان. اورايت البايت لها عنوان. فمثلا هذول لو احط فيهن ونز بيطلع الرقم من دي 251 1 1 1 1 1 1 1. هذول 255 هذا التوتال. هذا اللي هون واحد هذا وزنه 256. هذا وزنه 256 لانه هذا وزنه 1 هذا وزنه 2 هذا وزنه 4 وزنه 8 هذا وزنه 128 هذا وزنه 256 اللي بعده وزنه 512 هذا وزنه 512 هذا 256 وهذا وزنه 1 هذا وزنه 2 هذا وزنه 128. لو تجمع الونز هذول كلياتهم سوميشن بيطلع يساوي الجواب 1023. هاي 255 ضيف عليها 256 ضيف عليها 512 بيطلع 1023 اذا كان الاول ونز. هسه 10 بت نمبر ممكن بدي احطه ب 2 بايتس. انا الرقم عندي 10 بت. 10 بت بقدرش احطه ب 1 بايت.
1 بايت 9 هوش، معنى بدنا بايت ثانية. احنا قلنا اصغر وحدة بنتعامل احنا وياها كبيلدينج بلوك وإلها عنوان اللي هي مين؟ البايت. فالرقم هذا من صفر ل من صفر ل 1023. لو بايت واحد ابسع من صفر ل 255، لكن احنا عندنا الرقم 1023 معناه بده 10 بيتس، 10 بيتس مينيموم. معناه شو بدنا نجيب له؟ هاي لو بايت وهاي هاي بايت. طيب الرقم كيف بقدر اكتب الرقم؟ هنا على المايكرو كنترولر تقدر تكتب الرقم طريقتين، يا اما انه الرقم هذا بالطريقه هاي اسمه رايت جاستيفايد، رايت جاستيفايد، يا اما انه بكون مكتوب ليفت جاستيفايد. كيف يعني ليفت جاستيفايد؟ يعني هون 1 1 1 1 1 5 6 7 هاي 8 البايت الاولانيه، هاي 8 بعدين 1 1 وهذا مش موجود، هذا مسميه ليفت جاستيفايد، ليفت جاستيفايد. يعني يا بتخلي الان الديجيتال كونفرتر يكتب لك اياه رايت جاستيفايد، رايت جاستيفايد لايك ذس، او ليفت جاستيفايد. اذا بدك تقراه كرقم انت بالسي لانجويج، هذا شو اسمه؟ هذول التو بايتس مع بعض اسمهم اي دي سي. لما تيجي تقول له مثلا اكس، هاي unsigned integer، بقول له اكس تساوي اي دي سي، معناه روح اقرا تو ريجسترز، هذول ريجسترز اثنين مع بعض اسمهم بالسي لانجويج اي دي سي، اسمهم بالوحدات هذا اسمه اي دي سي لو، هاي اسمه اي دي سي هاي. فانت بالسي لانجويج بتقول له اكس يساوي اي دي سي وخلصت، بدل ما تقرا الهاي تضربها 256 او تعمل لها شيفت 8 بس وتجمع عليه اي دي سي لو، تقراها مره واحده اكس يساوي اي دي سي. بس مش بتروح بتقول لي اكس يساوي اي دي سي 0، يعني هذا بده انا ما بعد هالشرح هذا ما بدري شو بدك تحكي معه، واكيد راح الاقي من الاشكال هاي، اكيد راح الاقي، لانه انا بحكي مع ناس بجوز انتم مسجلين قدامي 15 ولا اكثر قديش، لكن واحد اللي منتبه ولا اثنين منتبهين بتلاقيهم. احنا اكس يساوي اي دي سي، مش اي دي سي 0 او اي دي سي 1 او اي دي سي 2 او اي دي سي 3 البنز، لا اكس يساوي اي دي سي ريجستر، اي دي سي ريجستر 16 بت ريجستر. طيب نحطها على جنب احسن انا ودي اجيب. اوكي طيب لاحظوا هون قلنا له اي دي سي انت، اي دي سي انت شو بيساوي؟ ADC init شو بيعمل؟ enable ADC، ADC مش enable، مجرد ما تعمل enable ADC معناه البن اللي انت بدك اياه هذا راح صار ايش؟ صار analog. طيب والكلوك 100 اقسمها على 128 16 ميجا اقسمها 128، الاي في reference عباره عن VCC، وهي هاي بتبعها سلافه ثانيه هسه بوريك اياها على الرسمه ثواني، والرقم ار جاست رايت جاستيفايد الرقم فلاشت على اليمين يعني نقدر نقراه كـ ADC number هسه بتشوفه، والديفولت ديفولت شانل اللي متعامل معها ADC 0، الديفولت شانل ADC 0 يعني حطيتهم كلياتهم بستيتمنت واحدة ADC init. إذا أنك تستخدم analog channel 0 خلص it's configured. طيب لو مش analog channel 0 بدك analog channel 2 3 مثلا زي هون بدي 3، فبتقول له اعمل لك فانكشن ثاني اسمه ADC underscore channel بين قوسين رقم مثلا حط فيها 3، معناه صارت channel اللي مشبوكة على analog to digital converter صارت ايش؟ channel 3. طيب هاي السلافة شلون تيجي معنا؟ هاي السلافة شلون تيجي معنا؟ نشوف هاي اعتبر انه في عندي سويتشات هون هيك بوكس دكتور شغل الكاميرا ثواني اوكيتين مع بعض مشبوكات تبن واحد هون في سي
ADC بلاش ADC هنا نسميه ADC 0 هاي مثلا ADC 5 وهذا اللي بفوت على وين على sample and hold هاي sample and hold وهي بوكس هذا sample and hold وهذا اللي بفوت على مين على ADC ADC أنا لو تدشتر كونفرتر وهذا بعدين بودي على دول بورت رام دول بورت رام إن شاء الله على بالله كنت متأمل أنها تقعد هاي ما قعدتش ما قعدت لك هاب تفلب اوكي يعني في عندي سويتشنج ديفايس هون ها انا لوك مالتيبلكسر سميه هاي اي دي سي 0 اي دي سي 1 2 3 لغايه 5 هذول فانت لما تيجي بتقول له الستيتمنت هاي اللي انا كاتبها اي دي سي شانل هاي اي دي سي شانل مثلا بين قوسين 3 معناه بيجي على 3 بيعمل له سويتش بسكر هذول كلهم فاتحات هذول كلهم ميوتشوالي اكسكلوزيف ما في يعني واحد بيشتغل ما بيشتغلينش اثنين سويتشات هذول بس واحد من اللي بيسكر وان سويتش ات اني جيفن تايم يعني بتقدر تاخذ سامبل من اي دي سي 0 وبس ما بتقدر تكون شابك هاي وهاي وهاي وتخلطهم ما في خلط هون واحد اللي بتشبك وهاي مين اللي بيحددها هون لما تيجي تفرج هون سطر 14 اي دي سي شانل ADC channel default هو هاي أنا عملت ADC init تختار channel zero by default بتكيش channel zero بس تيجي لهون تيجي تقول له ADC channel بين قوسين بدك channel ثلاث بين قوسين ثلاث معناه اختار channel ثلاث أوكي فهي هذولا ما واحد منهم كان بي at any time اللي هو بورت بريكسر عادي يعني تأخذ واحد منهم زي ما شفنا بكورس 345 أوكي اللي بيطلع من هذول واحدة منهم طبعا اللي بتكون مسكرة تيبيكالي بيكون فاتحتين بالبدايه يعني مش واصل مش مخلوطات يعني اصلا هذول البنز الانالوج مش مخلوطه مع الديجيتال بي سي اي سي 0 بي سي 0 بي سي 1 وبي سي 2 لغايه بي سي 5 مش مخلوطات هذول لحال وهذول لحال اوكي مجرد ما هذا السويتش سكر معناه خلص هذا البن صار انالوج وانفصل بي سي 0 بن بي سي 0 انفصل بطل يصير ديجيتال بطل يصير انالوج وبطل يصير ديجيتال اصلا ما تقدرش تستخدمه لانه خلص على العالم الخارجي انالوج صار شابك طيب هسه هاي الدائره وين بتفوت على سامبل اند هولد اللي بتاخذ منها سامبل والهولد عباره عن ايش كاباستور تاخذ سامبل وبتحطه على كاباستور الكاباستور والهولد الفاليو لغايه ما الانالوج ديجيتال كونفرتر يخلص كونفرجن سكسسيف ابروكسيميشن بيجي بين بالنص اكبر اصغر اكبر اصغر اكبر اصغر لغايه ما يجيب ايش الباينري كومبينيشن ما يعادل 1024 10 بيتس معناها بده يعمل سكسسيف ابروكسيميشن 10 مرات الرقم اللي بيطلع معاه كباينري بكتبه وين بالدول بورت رام اللي اسمها ايش ADC ADC انت كمايكرو بروسيسور بدك كمايكرو بروسيسور بدك تقرا تروح تقرا منين من الدول بورت رام اي دي سي مش تروح تقول لي اي دي سي 0 ولا اي دي سي 5 هذول بنز هاي ريجستر 16 بت ريجستر ذس از 16 بت ريجستر alright طيب فاحنا هون شو نقول له اختار شانل ثلاث انا بتدشتر كونفرتر لمين لشانل هاي تبعنا اللي ثلاث الرسم احنا حطيناها ثلاث انا كنت حاطها صفر بس صلحت الكومنت يعني اللي بتلاقيها موجودة تبعت اكسبرمنت خمسة الكومنت محطوط اساس شانل زيرو بس بعدين قلت ليش كل شيء زيرو لا يفكروا انه والله ما مشتغلش الا مع شانل زيرو قلت لا خليها ثلاثة هاي ونسيت اصلحها بالاكسبرمنت على حد هون بدي اقرا القراءه لخصتها فانكشن سميتها ADC underscore read هسه لما تقول له ADC read روح اقرا ADC register مش البن
بن خلص خلصنا منه أبوي. يعني هذا دخل التنل على سامبل أند هولد. هون أنت شو بتقول له؟ بتقول له تيك سامبل. هاي هاي ADC read شو بتعمل؟ تيك سامبل و go ahead with the conversion. فهو بيعمل الconversion. الجواب وين بودي؟ بودي كابتل ADC. يعني هون مسميه ADC لأنه C language تسمح لي أقول إنه lower case بيفرق عن upper case. يعني lower case variable upper case variable. ففي عنا الكابتل letter اللي هو بيستخدمه بالكتاب. الكتاب بيستخدم أو قصدي جماعة ال ABR بيستخدموا حروف كبيرة لأسماء الريجسترز اللي عندهم. ففي عندهم ريجستر اسمه DDRC، عندهم ريجستر مثلا بورت B وهكذا. هذول كلياتهم أبر كيس. أنا لما بدي أجيب شغلة ممكن بجيبها لور كيس، بعرفها كلور كيس مثلا ADC معرف مثلا بجيبها كلور كيس. هيا unsigned integer ADC هاي بتفرق عن الكابيتال ADC. هذا variable أنا معرفه، فلذلك اللي بعرفه أنا بكتبها لور كيس. اللي بكون مشان ما خربطش بيني وبين ما استخدمش اسم variable هو مستخدمه، هو variables تبعاته كلها upper case. احنا مستخدم variables تبعاتنا lower case. اذا خلطنا حطينا حرف upper case ولا شيء زي ما كنت اكتب مع التايمر، بكتب حرف واحد يعني T toggle مثلا او whatever it is، بحط حرف واحد capital letter. طيب فهون بقول له ADC channel اخترتها، بعدين قلت له while one شو بدي؟ take a sample. هاي معناها take a sample from channel. channel اللي هاي هون شو اسمها؟ هاي channel اللي هون جوا اللي ثلاث سميناها ثلاث. take a sample from the selected channel خلنا نقول. ويطبع القيمة. شو بدي يطبع؟ يطبع الرقم يطبع الفولتج كرقم محصور بين 0 أو 23 وright justified. automatic احنا قلنا right justified هاي هون بالinitialization. Enable ADC clock على 128. الـ analog voltage reference عبارة عن VCC 5 فولت. النتيجة right justified. والديفولت channel ADC 0. إذا channel اختلفت عن ADC 0 بدك تروح تقول له ADC channel to set a different channel. مثلا channel 3 بتقول له ADC channel بين قوسين 3. بعدين هون while 1 اقرأ channel. أنت حددت channel بعدين بتقول له اقرأ. مش تروح تقرأ قبل ما تقول له شو channel وتقولها بيشتغلش. يعني اصحى الترتيب مهم. وتقول له الجواب اللي برجع اللي هو قيمة مين؟ هذا برجع لقيمة الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هي كابيتال لتر كابيتال ADC. فاحنا هون بنقول له كابيتال ADC اللي هو قيمة الريجستر حط لي اياه بالفيربل اللي اسمه ADC واطبع لي اياه على الشاشة. اطبع لي اياه كرقم رايت جاستيفايد. ايوه رايت جاستيفايد برسنتال DD يعني ديسيمال. والفولتج كيف بدي احسب الفولتج؟ بقول له الرقم اللي معاي ADC هي هون على السطر هذا شو قديش 19 وصل قديش. اطبع الـ ADC الفاليو اللي انا قريتها واطبع الفاليو اللي انا قريتها مضروبه بخمسة على 1023. هاي شو بتطلع؟ هذا بطلع فولتج لانه احنا الخمسة فولت تقابل الـ 1023. فالـ ADC الرقم اللي معاي اضربه بخمسة على 1023 معناه الجواب بيطلع محصور بين 0 و 5. لو كان 1023 ADC معناه بطلع 5 فولت. لو كان ADC قيمته صفر معناه الرقم هذا شو صار صفر. فهذا الرقم هذا الفولتج هذا الرقم كفولتج محصور بين صفر وخمسة. How do we print it? We print it on a line. عادة بسمي line بسمي X line بس مشان أعرف إنه هذا محصور مع الطباعة. على أي حال يعني هذا بجوز غلط ما صلحتوش أو يعني ما غيرتوش مش غلط يعني. بعدين قلنا له هذا S print F يعني هذا اطبعه على اللاين. اللاين عبارة عن array 72 كاركتر. تبكر احنا مزوية 80. ليش احنا مزوية 72؟ يمكن من لأني بعد متعود على قبل 40 سنة كنا نكتب فورتران. والفورتران بعد سطر 72 يعتبر كومنت عندهم، فكان لي بعدني متأثر بالسؤال فيه ما علينا. طيب بعدين put اللاين على الشاشة بطبع اللاين على الشاشة. طيب أنا بدي يطبع يوقف، فقلت له get ch. شو معنى بستنى مني أكبس كبسة على الكيبورد؟ get ch يعني get كاركتر من الكيبورد. getك أكبس أي كبسة من الكيبورد بكمل بعمل delay برجع باخذ قيمة ثانية وهكذا. خلنا أوريك البيهيفير تبعه.
بيهيفير تبع البرنامج. هذا هو البرنامج بلخص الشابتر هاو تو تيك ان انالوج سامبل. هي حطيت لك اياها، عملت لك كبسولات، واحده سميتها اي دي سي انت، واحده سميتها اي دي سي شانل، واحده سميتها اي دي سي ريد، ثلاثه هذول. من جوا رايحين نفوت نتفرج عليهم كيف بيشتغل من جوا، وين الريجسترات وايش الشكل، ونفهم انه جزء من الكورس. بس مشان تحل مساله بدل ما ضلك رايح البت هاي والبت هذيك وما ادري شو، خلص هذا هيك انكابسوليشن. بس بدك تفهم شو اللي جوا، لان اللي جوا بسال فيه، واللي برا زي ما انت شايف تكتب برامج. هذه بالطريقه هاي بصير تكتب برامج سهله. بس الاي دي سي شانل والاي دي سي انت والاي هذول حطيتهم بوين؟ حطيتهم بال اي 470 اي في ار دوت اتش، فصار في نسخه جديده. فاليوم بحط لكم اياها على الويب بيج. اوكي اي في ار دوت دي اي 470 اي في ار دوت اتش، حطها على الويب بيج ان شاء الله. دكتور نعم دكتور، هون ليش حطينا كلوك 128؟ هاي السامبلينج ريت اللي انت بدك تشغل عليه تبع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. بدك انت تحط سامبل اسرع، بدك ابطا، زي ما بدك يعني. بدك اياه على 32 على 16 على مش عارف ايش، بس هو ملحقش في سرعات عاليه جدا بلحقش عليها. فالافضل انك تحط سرعه اكسبتبل بحيث انك انت يعني تضمن انه الكونفرجن تم. يعني مثلا بدي اقيس درجه حراره، هل يا ترى بدي اياها ضمن مايكرو سكند؟ اي اعطيني اياها ضمن دقيقه مليح، صح؟ وقديش نسبه الرطوبه بالجو؟ شو نسبه الرطوبه بالجو؟ يعني بدك تفرق بالمايكرو سكند؟ يعني شو تطبع الجو يا ده، وبتبين يمكن بالدقيقة مرة ولا بالخمس دقائق مرة ولا بالعشر دقائق مرة، تهب زوابع وعواصف قوية. فيعني وطع وتسي تيك مشان تضمن القيم اللي انت بتاخذها ستيبل، ما تاخذش قيم سريعة جدا وما يكونش لحق خلص كونفرجن. في له سيت اب من جوا راح نتفرج عليهم هذول، معلش بس انت طور روحك عليهم لما افوت جوا. بس احنا أعطيك الصورة الخارجية. دكتور تفضل. السامبلينج ريت تبعت 128 هي معرفة جوا الـ ADC انت، يعني معرفة جوا أيوة أيوة. الأمر نفسه. أيوة 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 بالكونفيجريشن. هاي كونفيجريشن. لو بدي ريت ثانية بدي أعرفها من أول جديد، صح؟ مثلا لو بدك كلوك ريت مختلفة بتروح بتعرفها من جوا. لو بدك يا ليفت جاستيفايد بتدخلها جوا. بدك الـ AV reference ما يكونش VCC بتلعب فيها من جوا. You want to disable ADC بدك تعرف كيف تنعمل جوا. وإذا بدك channel مش ADC، أنا خليت default ADC 0، إذا بدك channel غيرها معناه بدك تستخدم هذا الكوماند، أو بدك تشوف كيف تتغير جوا. أيام زمان كنت أخلي الطلاب يروح على الريجستر ويقول go ويقول ما أدري إيش ويشوف ADFM، وبعدين بتطلع سلافة طويلة عريضة. فقلت خلاص المرة هاي خلنا نعملهن يعني ثلاثة functions، واحد اثنين ثلاث ويمشي. وإذا بدك تغير بورجيك وين تغير. ماشي الحال؟ تمام، شكرا كثير. أهلين. يعني هاي الوايل ستيتمنت، شوف هاي الوايل ستيتمنت ريبيت وايل 1 يعني ريبيت فوريفر. شو بيساوي؟ تيك سامبل اطلع لي على الشاشة إنه قديش قيمة السامبل كفولتج كرقم محدود من 0 إلى 23 اللي هو الرقم زي ما قريته من الريجستر ADC، واطبع لي اياك فولتج الرقم اللي انت اخذته. انا خزنته ب ADC فيريبل اسمه ADC لوور كيس، ضربته بخمسة على 1023 مش احوله لفولتج، وطبعته على الشاشة وقلت له جيت كاركتر اني وقف. اذا كبست اي كاركتر بروح بستنى 200 ملي سكند برد برجع باخذ سامبل بطبع وهي وبرد بستنى، وهكذا احسن ما يضلوا يعبي لي الشاشة اسطول يلا 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 قيم ورا بعض. خلينا نشوف والله هذا كيف تنفيذه. وين احنا؟ هذا هو alright. لاحظ الـ AVCC هذا قلنا له ايش؟ احنا VCC هيو شبكنا على الـ VCC على 5 فولت. البن 20 اللي اسمه AVCC تشبكون، ما شبكتوش ما بيشتغلش. هذا بطل ياخذ انالوج وقرود من السوليف، هاي لازم تشبك هاي على 5 فولت. اوكي الانالوج ريفرنس هو بخل انالوج ريفرنس اللي هي الاي بي سي سي، خلصنا بديش اشبكه اي بحطه بالطريقه هاي. طيب احنا قلنا له شانل 3 اللي هي ايش؟ اي دي سي 3 اللي هي كبن برا بن بي سي 3، هاي بن بي سي 3 خذه على الفيريبل تبع الريزستور هذا
ريزسترات قيمته 1 كيلو، وبنفس الوقت تشبكها على فولتج مشان تقرا الفولتج وتشوف انك انت بتحسب صح زي ما بيطلع هذا. هذا محصور ما بين 5 و 0 ماشي، واعمل له رن. طبعا قال لك الفولتج ما كرقم الرينج من 0 ل 23 راي جاستيفايد ار جاست 625 قيمته، وكفولتج قيمته 3.054 او صار قديش فولتج. اطلع هذا الفولت ميتر هذا شو قاعد بقرا فوق، ايوه 3.049999، يعني في مجال الخطا بين هاي وهاي، مش فارق يعني 3.05 ولا 3.0، هاي 3.054 هاي 3.04999 يعني 3.05 هاي، ففي خطا بالخانه الثالثه يعني مش فارقه شو خطا، اي خطا يشتغل ذاته حد يسأل فيها الخانه الثالثه. يعني احنا الفولتج هذا الفولتج اللي عندي، فما عنديش انا مش طالب دقه لنهائيه. يعني شوف هسه انت بدك حتى تعمل له تكبس مشان تخليه ياخذ قيمه ثانيه، مثلا افرض اني غيرت هون، لو تغير القيمه هاي اي القيمه صارت 1.35، هسه بدك تكبس هون وتكبس اي شيء سبيس او انتر او شيء، فهي راح كتب لك قراءه جديده، هي كرا جاستيفايد رقم 1000 لغايه 1023 هذول كفولتج 1.3499 اللي 1.35 زي ما هو كاتب هذا صاحبنا. فهي الستيتمنت انا حاطها جيت سي اتش مشان يستنى انك تكبس له كبسه على الكيبورد. في باللغات في شيء اسمه جيت كي ولا في شيء زي هيك، يعني بريس كي بريس كي بريس في شيء اسمه كي بريس أحتبك عليه بتذكر اللي هي بالسي ولا بالباسكال. المهم ففي functions like this يعني انك انت تقرأ مباشرة تقول له استنى لغاية ما اكبس لك كبسة على المفتاح، كبسة على من هالمفاتيح هذول get key get ch اللي احنا شفناه. احنا قلنا في عنا two functions، واحد اسمه get ch مشان تقرأ كاركتر من الكيبورد، في واحد اسمه put ch اللي تطبع كاركتر على الشاشة. هذول هن التو فانكشنز، هذول موضوعهن موضوع السيريال كوميونيكيشن. اوكي موضوعهن موضوع السيريال كوميونيكيشن. دكتور نعم هون اكثر شيء بيطلع 5 فولت صح؟ يعني لو حطيت 6 فولت حيطلع 5 فولت. لا طلع حط 6 فولت معناها بتحرق الشيب تبعك. تمام. احنا قلنا هذا صاحبنا ما بتحمل الا من 0 ل 5. طبعا ممكن يكتب لك لا احنا بنتحمل ل 5.5 ونتحمل ل 6 الا 0.1 و 6.2، ما ترجنش على السؤال. اعمل حسابك انك انت 0 او 5 الانبوت تبعه، والانالوج من 0 ل 5 فقط لا غير، ما في نيجاتيف وما في شيء فوق ال 5. فلذلك بدك تحط دائره اللي هي تبعت زي سيجنال كونديشننج انها تضبط لك الفولتج يكون محصور بين 0 و 5. يعني الدي سي حط عليها دي سي شيفت مشان يشيل النيجاتيف، واللي طالع بعد هيش نعمل له امبليفيكيشن او اتينيويشن بحيث انه يصير من 0 ل 5. اوكي فبدك تحط دائره سيجنال كونديشننج. في واحده دائره مره حطيتها ولا شيء، ما نكملها، ما في لسه في كمان حصه على الديجيتال كونفرت. واضح الصورة وضحت هسه هوبفلي. انه احنا شو بدنا ناخذ انالوج فاليو. انالوج فاليو هي منين جايه؟ جاي مثلا من فاريبل ريزيستور، بدي اشوف قديش القيمه هاي. القيمه هاي بقدرش اقراها المايكرو كنترولر، شو الحل؟ الحل بدي افوتها على انالوج شانل، والانالوج شانل اقراها وبحط لي اياها وين؟ بريجستر جوا اي دي ريس كرقم محصور بين 0 و 1023. فانت بتيجي كمايكرو كنترولر بتروح بتقرا الاي دي سي، الريجستر اللي اسمه اي دي سي 16 بت، بتقراه دفعه واحده، حطه فيريبل اي سي اكس، انا سميته اي دي سي بس لور كيس يعني، وفي فرق بين لور كيس والابر كيس بالسي لانجوج طبعا واضح. فاخذت الرقم هذاك بدي اعرفه كفولتج بضربه بخمسه على 1023، لانه الخمسه بتقابل 1023، فالرقم اللي معي شو بقابل؟ الرقم مضروب في خمسه على 1023، هذا بيطلع كفولتج. وكرقم اطلعوا زي ما هو محصور بين 0 و 1023، وهذا
هذا اللي شفناه. خلني أورجيك تطبيق عليه مباشرة. تطبيق عليه مباشرة اللي هو أوكي. اللي هو هذا الفايل. شوف أنا غيرت حطيت هنا LM35. LM35 اللي هو هذا إيش؟ هذا أوبتو إيش اسمه؟ اللي هم temperature sensor thermocouple temperature sensor. ف عبارة شكله زي ترانزستور، أكيد أنتوا اشتريتوا واحد لأنه ضمن الطبخة اللي طلبتكم تجيبوها. طرف تشبك على 5 فولت وطرف تشبك على جراوند، والطرف النصاني بيروح عليين على اللي هو زي الفيريبل ريزيستور، هاي زي الفيريبل ريزيستور. ونشوف البرنامج تبعنا. يلا نجيب هاي له. اوكي ريد LM35. اوكي LM35 على بن بي سي 0 شبكناه بالرسمه على بن بي سي 0 اللي هي اسمها اي دي سي 0 نقرا الشانل هاي. فشو الخطوات؟ اي دي سي انت انت اوتوماتيك بروح على الشانل 0، بس يعني لو بدك تغير قول له اي دي سي شانل 0 عادي. خليها احفظها انه ثلاث خطوات، واحده اي دي سي انت، واحده اي دي سي شانل، وواحده اي دي سي ريد. وكل خليت انه يبدا بالاي دي سي مشان نعرف الموضوع الخاصات بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر. اورايت فاي دي سي انت هي انيبل الانالوج تو ديجيتال كونفرتر الكلوك على 128 الفولتج ريفرنس الانالوج فولتج في سي سي هو الفولتج ريفرنس تبعنا. بعدين في كومنت ضفته اسف هي وانا احل بالمسائل لقيت انه افضل احل الاي دي اي اف. اذا بتتذكروا لما كنا ناخذ التايمر لما بنعمل رولوفر شو كان يروح يعمل فلاج، كل ما يعمل رولوفر بروح على فلاج معين بحطه بواحد مثلا اوفر فلو فلاج، او لما بعمل كومبير كومباراتور اوكي او فلاج بحطه بواحد او الاوفر فلو فلاج بحطه بواحد. فاحنا بالبدايه بالانيشاليزيشن الفلاج لو كان صدف انه مش صفر هذا حطيته هون كلير الاي دي اي اف، ضفت هون سطر زياده مشان اوفر عليك ما تقدرش تقول الاي دي اي اف ابصر شو ماله. خلص انيشاليز الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اوتوماتيك اي دي اي اف از كليرد. احنا لو بدنا نعمل نقرا اندر انتربت او نستنى هالفلاج هذا يصير واحد معناه الفلاج وي هاف تو كلير ات. انا قلت خلينا نعمل كلير وين بالاي دي سي انت. فالاي دي سي انت هاي الستيتمنت هاي اوضح من اللي قبلها لانه هاي اضفت عليها اي دي اي اف، هذيك ما كانش موجود عليها اي دي اي اف. ديفولت اي دي سي اي زيرو وكلير اي دي اي اف يساوي صفر اي دي اي اف كلير. خلاص اورايت سيف اوكي. فهون الريدنج اول شيء يو كونفيجر البن اللي بدك اياه ك انبوت هذا دي دي ار سي بي سي 0 كونفيجر از انبوت. خلص هي صار انبوت. اي دي سي انت انيشلايز انك تشغل انك تشغل كونفرتر وهي كلير الفلاج والفولتج ريفرنس اللي هو 5 فولت والسبيد تبعنا تبع هاي اللي هي على 128 وهكذا. بعدين قلنا له اختار شانل 0 ولو انه هاي بتشمل هاي فيها اختيار شانل 0 بس يعني الافضل انك تقول له اي دي سي شانل لو حبيت تغيرها مشان ما تنساهاش. او مرات انا بجيب سؤال انه مثلا اقرا تمبرتشر من شانل 3 واقرا من شانل 0 ابصر بريشر ولا ابصر شو. فهي بدها تكون الجمله موجوده باللوب، مره حطها 3 مره حطها 0 زي هيك، مره بتقرا تمبرتشر مره بتقرا بريشر مره بتقرا اللي بدك اياه. طيب فهمنا عملنا هنا عملنا سيتنج وثبتنا هون. هذا مش قاعد بغير هنا اللي ما بتغيرش فيش داعي احطه بلوب اللوب خلاص هذا هو هذول ثبتن بالنسبه ان احنا شانل واحد فما فيش تنقل من شانل الثاني. وايل 1 هاي وايل 1 بعدين نقول له انه في 1 يساوي اي دي سي ريد. اي دي سي ريد شو معناها؟ تيك سامبل.
take a sample وديها sample and hold. نتيجة السامبلينج وكونفيرجن يعمل كونفيرجن بس يخلص الكونفيرجن. ليش بنودي على السامبل اند هولد؟ الهولد مشان تظل القيمة ثابتة خلال عملية الكونفيرجن. خلال عملية الكونفيرجن سكسسيف ابروكسيميشن تكنيك لازم تكون القيمة ثابتة، فبدك تثبتها هولد، خليها ثابتة عبين ما خلص كونفيرجن. الرقم اللي بيطلع هو بيخبي لنا اياه بالريجستر اسمه ADC 16 بت ريجستر. الرقم اللي قرينا اللي من الرقم اللي بيرجع خزنه في 1، في 1 لازم يكون من نفس النوع unsigned integer. ايوه في 1 يساوي ADC read، فبقرا قيمة السامبل كرقم محصور بين 0 و 1023. هسه نفس الفيلم هذا تبعت get ch وش مشكل، بس حامل لك اياها بطريقة ثانية. انه في عندي القيمة القديمة في 0 يساوي 0 بعدنا ما بديناش، فهم بيجي بقول له اذا كان في 1 لا يساوي في 0 معناه اطبع لي قيمة جديدة، اذا في 1 يساوي في 0 تطبعش، لا تفوت شلون يعني مش ما يعبليش الشاشه طباعه. خلينا نشوف هاي شو بيطبع هون. بيطبع قيمه الفولتج في 1 كرقم من 0 ل 1023، بيطبع قيمته كفولتج من 0 ل 5 فولت، وبيطبع قيمته كدرجه حراره. هسه الثيرموكابل هذا الام 35 كل درجه سلسياس بتعطي فولتج 10 ملي فولت، كل فولتج كل واحد سلسياس بتعطي فولتج واحد. فلذلك شو بنيجي الرقم الفولتج اللي معانا بنقسمه على 0.01 على 1% 10 ملي فولت 1% يعني من الفولت، فبتقسم على 0.01 بطلع عندي تمبريتشر هاي سلسياس وبتبت السترينج. خلينا نوريك انه هاي اعمل كومبايل وبيلد ونروح على فيش واحد من هنا؟ لا فيش واحد من هنا. طيب هسه هذا بس نتاكد انه هذا نفس الفايل اللي حطيناه. هاي ريد ال 35 اوكي ورن اورايت. فهو بيقول لي ال في 1 كرقم 35 والفي بالفولتس 0.17 ابصر قديش هاي بالفولتس، والتمبريتشر 17 درجه سلسيوس. شوف هاي قديش، خلنا كبر والله الرسمة هاي شوي. فين أنا؟ بوغل. الله أكبر يعني. شايف 17 هي. حرك هاي فوق. ها؟ هاي درجة حرارة هون 17. هسا شوف طالما درجة الحرارة اللي بقراها 17 معناها ما بطبعش سطر ثاني. هسا العب درجة الحرارة هاي مثلا زيدها 18 راح طبع لك قيمتين، لأنه قيم يعني مش قيمة واحدة وبسرعة هو بيقرأ. زيد كل ما زيد كل ما يتغير القيم بصير يطبع لك على الشاشة. مثلا هون قديش قيمة الفولت؟ هي 26 درجة حرارة لغاية عندك 150 ماكسيوم 150 هاي 80، وما فيش قيم سالبة بيقراش قيم سالبة، يعني آخر تحت بنزل للصفر فقط لا غير. طلع كابس بنزل للصفر، فالصفر بقرأ صفر، والماكسيمم 150 من 1024 يعني عبارة عن 1.5 فولت تقريبا كفولتج. هاي هذا وبقرأ من الصفر. هو هم ثيوريتيكال اللي بقرأ نيجاتيف فولتج، بس هذا كموديل ما بعطينيش إلا من الصفر وطالع. شوف وين لو بدوس 150 بس هو هذا الرينج تبعه، الرينج تبع ال ام 35 هيو 150 هي اخر الدنيا عنده وصل الشيء. هيو موصل 150 الفولتج 1.5 فولت، وكرقم من 0 ل 1023 اللي هو 308 رقم، لما تحوله لفولتج بيطلع 1.5 فولت. وهيو هون حاط لك فولت ميتر هون يقيس بقول لك 1.5 فولت. وهذا لا تنسى السلك هذا ال 5 فولت بيطلع، وال اي 470 AVR.H النسخه هاي اللي فيها هذول الشغلات مصلحه بحط لك اياها سبعه شوي على الويب بيج، نسيت احطها اول امبارح. اورايت فهو شوف هذا وشو اللي خلى الامور تنضبط هاي ما يقعدش يعبي الشاشه، يعني شوف لو شيل الستيتمنت هذيك وشوف هذا شو بصير فيه، بصير يتمجنن يعني بصير بخوتك هاي الاف
بديش يعمل اف وبدي يفوت بضل يرش اوكي ممكن وشكر شوف احنا بدنا هيك بدناش بدنا نشوف الرقم فلذلك حطيت له V1 و V2 او بتحط له get CH مثلا كل مرة اميت بدك اياه بس اكبس على اي مفتاح لو حطيت get CH زي التريك اللي استخدمته بالبرنامج الثاني طبعا هون انت بتقدر تغير هو بصير اغير معك هاي بنزل هون شايف بصير نزل معك هناك مباشرة فمثلا temperature قديش صارت 80 70 60 50 40 هاي مثلا اخر شيء 18 وهي التمبرشر هي 18 على ال هذا والفولتج 0.18 هاي الفولتج 0.18 بس طبعا لانه هذا سيميليتر فبرنامج برنامج خلص علق يعني البفر امتلى بطل يسع فبوقف البرنامج بعلق السيميليتر مش دكتور تفضل بنقدر ندخل سيجنال من هاي الانالوج ديجيتال كونفرتر يعني ندخل ساينوسويدال سيجنال نقدر نستفيد منها كديجيتال طبعا هو ضل معي 4 دقائق خلنا اوريك اياها هاي اللي انت بتحكي فيها هاي جزء من ال من ال اللي متفرج عليه هنا sample and echo sample and echo هيا هي نفس الشيء زي ما انت شايف مثال هذا pin PC0 اللي هي ADC0 channel هي عمل البن عمله input ADC init initialize بالكلام هذا وانا طبعا هون clear flag ADIF اوكي اختار channel 0 port D بطلع عليه output هذا بطلع عليه output على port D بس مش فارق معي port D هسه بشرح لك اياه ثواني هسه لما اقول له read ADC بقرا من اي channel اللي حددتها ب ADC channel و ADC channel بيشتغل according لل ADC init يعني ال AD is enabled if you want to disable it we'll show you how to disable it اصبر علينا شوي والفلاج راح والفولتج ريفرنس 5 فولت وهكذا يعني المواصفات وراي جاستيفايد طبعا ار جاست نكتب عليه ار جاست ار جاستيفايد راي جاستيفايد مشان ما ننساش يعني بعد ما قري الرقم من 0 ل 1023 بدنا نكتبه على بورت دي بورت دي معناه شو الرقم بدك تساوي فيه بدك تقسمه على 4 يعني بدل ما كان الفرق ما بين الواحد والثاني 1 بصير الفرق بين الواحد واللي وراه 4 لما تقسم على 4 يعني مثلا عندك رقم 400 قسمته على 4 شو صار 100 فالارقام رينج من 0 ل 400 كانت ستيب 1 ستيب 1 لما قسمته على 4 صار الرقم واللي بعده اللي بعده الواحد بالنظام الجديد تعادل 4 بالنظام من 0 ل 400 يعني قصدي انه الرقم هذا الفي هاي الفي هاي رقم محصور بين 0 و 1023 لما اقسمها على 4 بصير رقم محصور من 0 255 يعني كانه ريزوليوشن تبع الارقام الجديده بين الستيب واللي وراها 4 خطوات 4 ملي فولت 4 ابصر زي ما بدك تسميهن فالمهم قسمت الرقم هذا شفت شفت 2 على اليمين اقسم على 4 شفت على اليمين 1 اقسم على 2 شفت 2 على اليمين اقسم على 4 او ديفايد باي 4 زي ما بدك والرقم اللي بيطلع معك جديد وديه على بورت دي بورت دي شو حاط عليه خليني بس اجيب الرسمه ثواني يعني هو الاكزامبل ثواني باخذ وقت يعني بس المهم ايش to choose it proper هي sample and echo صح sample and echo save current change اوكي سيف هذا هو شوف هذا هاي البروسيسور تبعنا هاي ال 20 على 5 فولت وصل له وهي الـ هاي بتعطي ساين ويف ومدخلها على بي سي 0 اللي هي انالوج وعرفتها انالوج بالهاي وباخذ منها سامبل